بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة التسويق الاجتماعي. نتحدث اليوم حول البرامج الاجتماعية للمنظمات والشركات ودورها في المسؤولية الاجتماعية، وليكن بداية حديثنا النهاردة حول المنظمات، ماهيتها وأنواعها. يعني ايه منظمة؟ ايه مفهوم المنظمة؟ بنقول كل الكيانات التي يجتمع في إطارها أفراد بيعملون مع بعض وضمن تقسيم واضح للعمل لإنجاز أهداف محددة من خلال هيكل تنظيمي معروف بيتخذ طابع عملها الاستمرارية، ده بنطلق عليه منظمة. وهكذا فإن المنظمات كيانات وجدت بشتى أنواع المبادرات الفردية والجماعية والحكومية علشان تلبي احتياجات مختلفة لتسهيل حياة الأفراد. فتطور العمل المنظم مثل نقلة نوعية في حياة الإنسان، وإن هذا الأمر جاء مستندا إلى قدرة هذا الإنسان على تطوير الممارسات الإدارية واتخاذ قرارات بحكمة ومعرفة تتراكم باستمرار. بنقول إن المنظمات بشكل عام ومنظمات الأعمال بشكل خاص قد درست بعناية باعتبارها كيانات اقتصادية بتنتج سلع وخدمات لمختلف فئات المجتمع. هكذا يحتم عليها الأمر أن تمارس فاعليات وأنشطة اقتصادية بكفاءة وفاعلية وبأعلى إنتاجية ممكنة. بنقول إن الحسابات الاقتصادية بتتطلب معرفة معمقة بآليات المنافسة وكلف الإنتاج وأساليب الوصول إلى المستهلكين وكسب ولائهم باستمرار. هذه الكيانات الاقتصادية لا يمكن النظر إليها كأنظمة مغلقة، بل أنظمة مفتوحة تتعامل مع البيئة الخارجية دائما. كذلك يوجد داخل المنظمات أدوار ومهام وعلاقات بتتعاون فيها علاقات تعاون وتنافس وصراع. بنقول دراسة المنظمات بقى ككيان اجتماعي أصبح ضرورة ملحة لتطوير عملها وتحسين قدراتها. يتجسد في إطار هذه الكيانات الاجتماعية تواجد مختلف علاقات العمل، بحيث يستطيع كل فرد ومجموعة مجموعات الأفراد والوحدات الإدارية العمل مع الآخرين لإنجاز الأهداف المحددة، والتي هي في الأساس جزء من الأهداف الكلية للمنظمة ككيان اجتماعي اقتصادي. بنقول إن مع تراكم المعرفة تمت دراسة المنظمة من منظور مختلف، منها باعتبارها كيان سياسي، إن الصراع والتنافس بين الأفراد والمجموعات والإدارات للأنشطة المختلفة للأنشطة المختلفة المكونة للمنظمة. النهاردة بنشوف إن المنظمة بكونها كيان اقتصادي اجتماعي سياسي معرفي تسعى لإنجاز أهداف أطراف وأصحاب مصالح متعددين. دي كان حديث عن المنظمات. بنقول إن المؤسسات أو المنظمات ليها وظائف اجتماعية. بنقول إن لكل مؤسسة وضعها الخاص من حيث أهداف النشاط، بالإضافة إلى مهام محددة لها بعض الوظائف متنوعة للغاية. أول هذه الوظائف توطيد العلاقات الاجتماعية سواء مع العاملين داخل المؤسسة أو العاملين خارج المؤسسة. الوظيفة الموحدة هي الإنجاز في العملية المؤسسية للمسؤولية المتبادلة. بنقول كذلك توسيع حدود المؤسسة من خلال نشر التجربة الاجتماعية وزيادة عدد أعضائها. وظيفة التواصل بتخدم تطور المجتمع من خلال نشر أنواع مختلفة من المعلومات. بنقول المنظمة كمؤسسة اجتماعية، بنلاحظ ان هذا المصطلح عادة ما يفهم على انه اتحاد الاشخاص الذين يقومون بشكل مشترك بتنفيذ برامج معينة على اساس قواعد محددة. ليه بقى احنا بنحتاج للتنظيم؟ بنقول ان في التنظيم بيترابط الناس بطرق عديدة، بيتم تلبية احتياجاتهم العديدة والمتنوعة من خلال الروابط المباشرة. لا يتطلب معرفة شخصية من الناس،
هذا هو في بعض الأحيان بسبب كون البعد المسافة، لكن العامل الرئيسي هو تقسيم العمل، وفي هذه الظروف هناك حاجة للتنظيم. بنقول مع تنظيم المؤسسة تأخذ مجموعة محددة من الناس التي كانت موجودة حتى هذا الوقت على شكل اتحاد، وبالطبع هذه هي مجموعة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل أو الهواة أو الأشخاص الذين يتم تنظيمهم لسبب آخر. هذا ما هي المنظمة، مجموعة من الأشخاص لهم تفكير محدد أو مماثل، أو بيتم تنظيمهم لوضع آلية أو من خلال آلية لإنجاز هدف معين. بنقول إن أداء المنظمة أصبح بيتطور وفق استراتيجية محددة أو أكثر من أشكال التنظيم على أساس تحليل عميق لنقاط القوة وكذلك نقاط الضعف وكذلك المزايا والعيوب والفرص والمخاطر، زي بنقول تحليل SWOT اللي هو نقاط القوة والضعف اللي هي الفرص والتهديدات. في كل حالة بيتم تطوير نظام فعال بالإضافة إلى نظام معلومات بيوفر ترابط بين مختلف الإدارات، لأن المؤسسة بتكون مقسمة إلى أقسام وإدارات. كمان بتتأثر فعالية عمل شكل معين من أشكال التنظيم بأسلوب القيادة والمناخ الاجتماعي النفسي الذي تطور فيه الفريق لكي تعمل المؤسسة بشكل جيد. فلا بد من الضروري أن نحقق أو أن يكون هناك بعض الأمور، مثل أن تكون الأهداف واضحة لجميع الموظفين، الهدف من العمل اللي أنا بنجزه، كذلك تنفيذ الهدف الرئيسي والاستراتيجية التي وضعت لنجاح المنظمة. بيكون هناك عدم وجود نقاط ضعف في قنوات المعلومات، لازم يكون عندي شبكة معلومات قوية، لازم يكون لدى الموظفين أوصاف وظيفية واضحة وأنظمة تنظم أنشطتهم، لابد أن يكون هناك توافر للرضا الوظيفي من خلال طرق مختارة من التشجيع والتحفيز. النظام أو النشاط التنظيمي والهيكل التنظيمي للمؤسسات، بنقول هناك أنشطة مشتركة للموظفين في المؤسسة أكثر فعالية لو فهم كل واحد منهم دوره في الفريق. هذا أمر لو كان نموذجي بالنسبة لأي مؤسسة فيها هتكون مؤسسة هتكون مؤسسة ناجحة. الهيكل التنظيمي هو مجموعة من العناصر التي تشكل نظام الإدارة وكذلك الروابط بينهما، وهو بيضمن وضوح إجراءات الفريق بحيث يعرف كل موظف ما يجب فعله ومن المسؤول عن النتائج، ويمكنهم منع أو إزالة المشكلات التي تنشأ، وكذلك إنشاء تدفق المعلومات وضمان الترابط بين الأقسام. عندنا في بعض الأنواع للمنظمات مثل التقسيم الرئيسي لأنواع المنظمات، أولها عندنا في منظمات عامة أي حكومية زي الوزارات والمؤسسات الحكومية لها التابعة لها، وهذه تمثل كيانات تقيمها الدولة لتحقيق العديد من الأهداف، بيرتبط بعضها بخدمة الجمهور العام وبيرتبط البعض الآخر بتقديم سلع وخدمات، زي عندنا القطاع أو الخاص لما بيكون بيحجم عن تقديمها فبتتولى القطاعات الحكومية تقديمها. عندنا منظمات حكومية سيادية، وهي منظمات تقيمها الدولة من مواردها وتقدم من خلالها الخدمات السيادية بالدرجة الأولى، زي مثلا خدمات الأمن والدفاع. دي تابعة، دي أول حاجة من أنواع المنظمات العامة الحكومية. النوع الثاني المؤسسات الحكومية، دي منظمات عديدة متنوعة تأخذ أسماء وعناوين مختلفة، بعضها ينتج السلع المشابهة لمنظمات الأعمال أو يقدم الخدمات لكي لا تكون محتكرة أو محتكرة من الشركات والمنظمات التابعة للقطاع الخاص. تاني حاجة المنظمات الخاصة، ودي اللي بتكون مملوكة لمجموعة من الأفراد مثل الشركات الخاصة. في المنظمات الشبه حكومية بنقصد بها القطاع العام أو شراكة قامت بين الدولة والأفراد، الشركات شبه الحكومية هم المنظمات التي تكون فيها الدولة أكبر مساهم ويجوز للسلطة التنفيذية امتلاك جزء أو كل رأس المال.
بتعتبر الشركات شبه الحكومية أو التي وفقا للقانون تقع ضمن الجوانب التالية: الشركات التي يكون أو تكون فيها الدولة هي المساهم الأكبر مع أكثر من 50% من رأس المال. هناك أيضا الكيانات التي توجد بها إجراءات خاصة لتشكيل رأس المال والتي يجوز أن تشترك بها السلطة التنفيذية. عندنا المنظمات التي ينص نظامها الأساسي على أن سلطة تعيين أعضاء مجلس الإدارة أي الرئيس أو المدير المسؤول تقع على عاتق الحكومة، وكذلك سلطة إلغاء أي اتفاق صادر عن المسؤولين المذكورين. التقسيم من المنظمات من حيث الربح، بنقول في منظمات ربحية مثل الصناعية كشركات الصناعات، وهناك أيضا خدمية كالنقل والاستيراد ونحوها، وكذلك الزراعية كشركات الإصلاح الزراعي والتجارية كتجارة الجملة ونحوها. عندنا في منظمات غير ربحية مثل المنظمات الفكرية والسياسية والإنسانية، وكذلك منظمات المجتمع المدني والهيئات الخاصة غير الهادفة للربح. وهذا النمط من المنظمات لا يهدف للربح، ولكن تقدم خدمات عديدة للجماهير، زي مثلا عندنا الأحزاب. تقسيم المنظمات من حيث توسع أعمالها، من أولها ممكن تكون محلية داخل مدينة أو محافظة، أو قد تكون وطنية، وقد تكون حدودها الدولة أو الجمهورية أو مملكة معينة. عندنا أيضا المنظمات الدولية، وهي منظمات عديدة بعضها ذات طابع عالمي مثل الأمم المتحدة، وبعضها قد يكون إقليمي زي جامعة الدول العربية ومنظمة الأوبك ومنظمة الأسيان وغيرها. بننتقل لنقطة أخرى وهي المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنظمات. بنقول أن تعددت التعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأصبحت تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية. البعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤوليتها وواجباتها إزاء مجتمعها التي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإداراتها المنفردة تجاه المجتمع. ويرى آخرون أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على الشركات. عرف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالإسهام في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد. عندنا يمكن تعريف المسؤولية الاجتماعية بشكل عام على أنها الأثر الذاتي الذي يحدث قرار ما في المجتمع على الأفراد التي تسببها مؤسسة أو مجموعة بشرية، ولذلك يتعين اتخاذ المبادرات والتدابير في إطار ذلك، فهو بلا شك يرتبط بمجال التنمية المستدامة ومن خلال ما تعرضه من أخلاقيات متضمنة لأبعاد اجتماعية وبيئية وثقافية واقتصادية. طب إيه كانت أسباب تنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية؟ بنقول إن العديد من الدراسات أشارت إلى إن تنامي المسؤولية الاجتماعية جاء نتيجة العديد من التحديات، أهمها العولمة، وكذلك تزايد الضغوط الحكومية والشعبية، وكذلك الكوارث، وكذلك التطورات التكنولوجية المتسارعة. بنقول إن المسؤولية الاجتماعية أهمية كبرى، لأنها ممكن من خلالها يحدث زيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، من خلق شعور عالٍ بالانتماء من قبل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين وقليل التأهيل والشباب وغيرهم. كذلك الاستعداد الاجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة الاجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جوهر المسؤولية الاجتماعية. كذلك تحسين نوعية الحياة في المجتمع، سواء من الناحية البنية التحتية أو من الناحية الثقافية والاجتماعية. كذلك ازدياد الوعي بأهمية الاندماج التام بين منظمات المجتمع المختلفة ومختلف الفئات ذات المصلحة. عندنا في بعض المبادئ بتستند عليها المسؤولية الاجتماعية تتمثل فيما يلي: أولا القابلية للمساءلة، كذلك الشفافية، كذلك السلوك الأخلاقي، أيضا احترام مصالح الأطراف المعنية، كذلك احترام سيادة القانون، كذلك احترام المعايير الدولية للسلوك واحترام حقوق الإنسان. مستويات المسؤولية الاجتماعية، بنقول ان في عام 1994 تم تطوير ما يسمى بمجموعة لندن لقياس الاستثمار في المجتمع من قبل فريق العطاء الاجتماعي.
كذلك جاء ذلك بهدف قياس الفائدة التي تعود من تنفيذ المشاريع التنموية والتطوعية على كل من المجتمع والشركات على حد سواء وفقا لنموذج ارتكز على 4 مستويات. المستوى الأول أساسيات العمل المؤسسي، المستوى الثاني المبادرات التجارية في المجتمع، المستوى الثالث الاستثمار في المجتمع، المستوى الرابع العطاء الاجتماعي. بنقول إن مما سبق ويتضح أن الفوائد التجارية التي تعود على الشركات تكون أكبر في المستوى الأقل، حيث لا تكون المشاركة مخصصة لغرض أو بدافع خير أو إنساني محدد، ولكنها مصممة كجزء لا يتجزأ من أهداف وأساسيات العمل المؤسسي للشركة. بينما عندنا المستوى الرابع بيمثل قمة العطاء الخيري والاجتماعي. في بعض العوامل بتؤدي لنجاح المسؤولية الاجتماعية للشركات. أول هذه العوامل ضرورة الإيمان بقضية المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع، قيام الشركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه، والقضية الرئيسية التي ستسهم بالعمل على المساهمة في معالجتها. كذلك قيام الشركة بتخصيص مسؤول متفرغ لهذا النشاط وتحدد له الأهداف والمخططات المطلوبة، وأيضا الاهتمام بجعل هذه البرامج الاجتماعية قائمة بذاتها مستقبلا وتعمل على تغطية مصروفاتها ذاتيا. أيضا الحرص على تقديم هذه البرامج بأداء قوي ومتميز وجودة عالية. كذلك لابد أن يكون هناك حسن إدارة للجوانب الاجتماعية التي تبرز أثناء قيام الشركات بنشاطها الاقتصادي. تتمثل هذه الجوانب في الالتزام البيئي واحترام قوانين العمل وتطبيق المواصفات القياسية التي تمثل تحديا للشركات. هناك بعض العوامل المؤثرة في توجه الشركات للمسؤولية الاجتماعية. أول هذه العوامل المعالجة، ونقصد بها مساندة الشركات لمشروع مجتمعي يخفف من أثر المشكلات الاجتماعية والتي تحدث نتيجة لمزاولة الشركات لعمليات الأساسية، كأن تدعم شركات الاتصالات أو تنشئ مستشفيات متخصصة. المنافسة، ونقصد بها دعم المشروعات التي تعزز من قدرة المجتمع على الاستفادة من أعمال الشركة، وهذه خدمة إنسانية من جهة، ومن جهة تعزيز وضع الشركة التنافسي. ومثال لذلك خدمة التمويل الأصغر في المصارف، حيث تقدم هذه الخدمة لقطاعات معينة في المجتمع وتسترد تمويلاتها بأقساط منتظمة ومؤثرة وبهوامش مناسبة. الضغط والإلحاح، وبما أن المشروع هو المتاح حاليا المنظمة ونتيجة لممارسة ضغوط أو ضغط الإدارة من جانب القائمين به، فيتم اختياره وأحيانا يكون ذلك بصورة غير مدروسة. بننتقل لنقطة أخرى وهي الأهداف التسويقية للمسؤولية الاجتماعية. أولها الزيادة في حصة الشركة السوقية وخلق عملاء محتملين استنادا إلى عامل المنافسة كعامل مؤثر في المسؤولية الاجتماعية، وذلك بالارتقاء بهذه القطاعات وتحويلها إلى قطاعات منتجة. عندنا فيها أهداف ترويجية من خلال قيام الشركة برعاية أنشطة اجتماعية هادفة لتنمية الشباب، مثل المساهمة في دعم وتأهيل المنتديات الثقافية والاجتماعية للشباب في مناطق أقل نموا. كذلك هناك أهداف البقاء والاستمرارية للشركة أو المنظمات من خلال خدمات التدريب التي تقدمها المنظمات للخريجين أو تأهيل الشباب المتميزين أكاديميا، بما يوفر لها كادر وظيفي مدرب لديه الولاء للمنظمة. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، نلتقي في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.